الاسكندر مر بجيشه الضخم يوم من الايام، وجيشه كان يقدرون المؤرخين مليونين نسمة يسير وراء ويا الاهبة والسلاح، وتعرف هالجيش الضخم هذا، هذا واحد يصلي واقف بالصحراء يصلي، يبدو العبارة تقول كان يصلي، يصلي يعني يبدو دعاء، خاضع خاشع منغمر ذائب. بهاللحظة مر عليه الاسكندر، شاف هذا مو يمه ابدا، مشغول بصلاته. لما فرغ قال له: اوما راعتك كثرة جنودي، انت شنت هالشكل غايب عن وعيك، الجيش اللي مر بيك هذا الضخم، الدنيا اللي مرت ما هزتك ما حركتك، حركة السلاح قعقعت اللجوم والخيل، هذا كل المنظر ما هزك؟ قال: لا. قال له: لماذا؟ قال: لأني كنت أناجي من هو أكثر منك جنودا. إذا قضية جنود، لا، أنا كنت أناجي من هو أكثر منك، أناجي الله عز وجل، والله جنوده لا حدود لها لا عد لها. الكلمة هزتها شوية للإسكندر فعلا، قال له: والله لقد أعجبني قولك هذا، بس أنا أريد منك شيء، أريدك تجي وياي، يبدو أنت على وعي على نضوج، أرغب أصحبك وياي، أنت ما أستغني عنك. قال له: لا أفعل، ما أجي وياي. قال له: لماذا؟ قال له: إذا جئت معك أتضمن لي حياة لا موت معها، وغنى لا فقر معه، وصحة لا سقم معها، وسعادة لا شقاء معها؟ أنا نفسي ما أقدر أحقق، أنا نفسي ما أقدر أحقق لها صحة، مش مدري إيش راح يصير بعد ساعة، وسعادة ما أقدر أحقق لها نفسي، أشياء ما أضمنها لنفسي. قال: إذا كنت لا تقدر عليها، أنا مع من يقدر عليها. أعوف الله وياك ليش عليها؟ ها؟ شنو جايبني أنت؟ أنت كلها يومين ثلاثة، وهذا سريرك وعرشك، نعم، راح يروح الى التراب، نتيجة راح يكون عرشك التراب، راح يكون قصرك المجموعة من الديدان والأحجار.